استاذه راندا تتفضل من بورسعيد. الو، السلام عليكم يا مولانا. بخير الحمد لله. الحمد لله استاذه راندا. مولانا انا كنت متجوزه ومعايا بنتين، فحصل مشاكل بيني وبين جوزي الاولاني فانفصلنا بسبب مصاريف طبعا البنات، ما كانش راضي يعني يصرف كما يجب يعني. طيب فحصل انفصال وبعديها بثمان سنين اتجوزت تاني وخلفت. طيب النهار بقى انا اتجوزت الجوازه الثانيه وبناتي الاثنين الاولانيين مقاطعيني خالص يا مولانا. ما بيجي سنهم كام؟ بتفضل معاهم. بناتك سنهم كام؟ دلوقتي 14 والثانيه 12. هو عاملين طبعا بلوك على الموبايل، ما فيش تواصل خالص بيني وبينهم، قليل قوي. وانا رحت شفتهم مثلا ما بيبقى عند مامتي طبعا بيكلموني بطريقه مش كويسه. قاعدين عند مامتك ولا قاعدين عند زوجك؟ عامل ايه؟ قاعدين عند مامتك ولا زوجك؟ بين ماما وبين باباهم. وبين بين 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 طليقك وما بين مامتك مش كده؟ ايوه بس الاكتر عند ماما، لان هو سايب يعني الموضوع لماما يعني الهم عليها. بس المشكله في ان هم مش راضيين يتكلموا معايا كويس، كل لما اروح اتكلم معاهم ما بيردوش ابدا، يقعدوا يقولوا لي وانت مالك بينا، انت مالكيش دعوه بينا كده يعني. طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجه، هو طبعا ما فيش حاجه اسمها البكاء على اللبن المسكوب، لكن انا شايف ان انت كنت الاول خالص لازم تمهدي لهم بمساله جوازك. طب ايه اللي تعمليه دلوقتي؟ تعملي ثلاث حاجات. اول حاجه تعمليها انك لا تقطعي ابدا تواصلك معاهم، لان ده اختبار من الاولاد، هو قد ايه انت صبره عليهم، قد ايه بتحبيهم، قد ايه انت عايزاهم، قد ايه مقبله عليهم. فلذلك لا تقطعي ولا تغضبي ولا تحزني منهم، لانهم اولاد عايزينك معاهم طول الوقت. كل واحدة فيهم بتقول أنا لو صحيت وما لقيتكيش جنبي. أنت فضلتي، هم دلوقتي بيقولوا إن أنت فضلتي نفسك عليهم. فأنت لازم تبين لهم إن أنت كنتي وما زلتي بتحبيهم. يبقى أنت لازم تتواصلي معاهم. يبقى أول حاجة ده يوم التواصل. تاني حاجة ببساطة خالص، إياكي تدخلي في معركة مين اللي عصاكم عليا. خالص. يكفي موقفهم في قراءة جوازك ده إن هم يحصل لهم كده. الأمر الثاني، احنا بنتعامل مع أولاد وعيهم أقل، فلازم تغيري من نمط تعاملك معاهم، إن أنت تقربي منهم وتشوفي بعض الأشياء اللي هم بيحبوها وتتعاملي معاهم بيها. ثالث حاجة هو مسألة الكلام معاهم على إن المستقبل فيه أمان، وإن أنت دايماً معاهم في مستقبلهم، لأن ده لو ما حصلش هيعمل مشكلة كبيرة في حياتك.